هلو اند ويلكم تو ماي شانل. اهلا وسهلا فيكم صبايا عم تشوفوا قناه ميتا عبد الجليل. اليوم استضفت اختي الكبيره، اكبر اخت بالعيله، سحر. بليز دونت فورجيت تو لايك اند شير هيدا الفيديو، اكيد سبسكرايب تو ماي شانل. اول شغله رح بلش بتاسيس البشره، رح استخدم الفارسلي يونيكورن اسنس، ومن بعدها رح استخدم الفاونديشن عشان اغطي كل العيوب اللي بالبشره، ورح استخدم الفاونديشن من كولر فيكس بس عشان افتح اماكن معينه بالوجه. بنات على فكرة فتحت باب الحجوزات لمصر للعرايس، هلا فيكم تتواصلوا مع الرقم اللي انا رح خليه تحت في خانة المعلومات لحتى تحجزوا، وان شاء الله اشوفكم على خير بمصر وايامكم كلياتها سعادة. هلا اجى وقت الكونتور، رح استخدم الكونتورينج من ميك اب فور ايفر. طبعا اخترت هيدا النوع لانه بيناسب البشرة المتقدمة بالعمر، لهيك اخترته وحطيته على الأماكن اللي بدي أحدد فيها معالم الوجه. هلا استخدمت البودرة من كيت فون دي عشان أعمل تثبيت لكل شي حطيته على البشرة. الحواجب ما كتير رح احددها، رح استخدم الماسكارا من بنفيت، ومن بعدها رح استخدم الجل من ريميل عشان ارسم مثل شعرات هيك بشكل تمويهي. هلا اجى دور العيون. للعيون اول شي رح بلش بتحديد او عمل كونتورينج للعين. سحر عيونها مدورة فبدي اسحب العين شوي، وبنفس الوقت عندها المساحة العليا كبيرة، فعشان اقلل من هذه المساحة حطيت اول شي اللون البني المائي من كريالون. طبعا حبيباتي لما تفردوا اللون المائي لازم تكون الفرشة شوية مبللة بمي بس مو كتير. مباشرة رح ثبت المائي البني بلون بني لكن باودر. رح فتح الجفن المتحرك باستخدام هيدا اللون من تو فيست. رح استخدم الايلاينر من الجريماس، ومثل ما حكيت باكثر من فيديوهات صبايا انه لو عينك مدوره ما تحطي الايلاينر على كل العين، ركزي اكثر شيء على الزوايا الخارجيه والعين نفسها، اعملي مثل خطوط متقطعه بسيطه جدا جدا على الخط العلوي من الرموش بس عشان يعطي كثافه للرموش. من بعدها رح ازيد من اخفاء الجفن الثابت عندها باستخدام درجة بني غامقة. ورح استخدم لون اسود، اشادو اسود، بس عشان احدد الزوايا الخارجية من العين. هلا رح احط الماسكارا، ورح ركب الرموش، هلا رح بلش بتحديد الزوايا الخارجية من العين. ليش اخترت الزوايا الخارجية فقط مش على كل العين؟ بس عشان اساعد شكل العين انه يتموه ويصير مسحوق مثل الشكل اللوزي. واكيد رح استخدم اللون الاسود كمان عشان موه اللون المائل على الاورنج اللي حطيته تحت العين.
شوي زاوية العين الداخلية، وراح أحط ماسكارا على الرموش السفلية، وهلأ بعد ما خلصت من العين رح بلش بالوجه. أول شي رح أعمله رح أستخدم كونتورينج هولا من بنفيت، ومن بعدها رح أستخدم نفس الأشياء اللي فتحت في زوايا العين لحطه على الأنف، ورح أستخدم الباودر اللي هو بالدرجة المكتوبة على الشاشة لحتى أعمل كونتورينج شوية للوجه وأقلل من هيك أقلل من عرضه أكتر. الروجر رح أستخدمه من ريمان، ورح تلاحظوا إن أنا كبرت الشفايف لحتى أوازن ما بين شكل العين والشفايف. خلصت حسيت انه الخدود شوية بدها لون هيك محمر اكتر، وهيدا هو اللوك النهائي حبيباتي، ان شاء الله عجبكم. وما تنسوا حبيباتي اذا بدكم تعملوا حجوزات للاعراس فيكم تتواصلوا مع الرقم اللي موجود تحت في خانة المعلومات. هيك يا صبايا نكون خلصنا فيديو اللوك، شو رأيك يا سحور؟ فنانة انتي فنانة عن جد عن جد والله تحفة. شو اكتر شي عجبك في الميك اب؟ اوكي مبدئيا كل الميك اب حبيبتي انا كثير مبسوطه طبعا سحور مثل ما كلياتكم بتعرفوا بحكي بكل الفيديوهات السابقه انه اهلي كلياتهم الحمد لله الله يجمعنا دائما على خير. حبيبتي سحور اجت اختي كبيرة اكبر وحده بالعيله اجت من مصر واليوم هو اخر يوم اكشلي لها، فقلنا نعمل هيك ميك اب لوك وان شاء الله يعجبكم صبايا، واتمنى تعليقاتكم واكيد تحياتي لكل صحبات سحور اللي هيشوف هيدا الفيديو وكل الناس والعالم اللي بمصر. انا كثير بحبكم وبعرف ان عندي كثير متابعين بمصر، سو مني لكم هيدي البوسه.